عندنا بطاطس من ماكدونالدز بالحجم الطبيعي. وانتو طلبتوا مني في الفيديو السابق انه احاول واعمل اكبر بطاطس في العالم صناعة في المنزل، فهذا هو اللي حنسويه في فيديو اليوم. Great day. في فيديو اليوم حنحاول نصنع أكبر بطاطس في العالم صناعة في المنزل. لكن قبل ما نبدأ حابة أبلغكم إنه أنا عاملة giveaway بفيديو اليوم، فلو حابين تشتركوا حتلاقوا كل المعلومات في نهاية الفيديو. هذا هو اللي حنسويه في فيديو اليوم، فخلونا نبدأ الفيديو. خلوني أشرح لكم خطة فيديو اليوم. حابة أقلد بطاطس ماكدونالدز. على فكرة الفيديو هذا مش إعلان ماكدونالدز. فحابة أصنع أكبر حجم بطاطس ممكن. الحجم اللي أنا عايزة أصنعه اليوم هو 81 سنتيمتر، فحنحتاج كمية كبيرة جدا من البطاطا. لكن قبل ما نبدأ ونعمل البطاطا حنحتاج صندوق. حستخدم البوكس هذا عشان أصنع البوكس حق الفرنش فايز العملاق، بس لازم أعمل بعض التعديلات. أول حاجة لازم نسويها هو إنه ألون البوكس باللون الأحمر عشان يكون زي بوكس البطاطس من ماكدونالدز، وكمان يكون شكله ينشأ. Hey guys، لو عجبكم الفيديو بليز لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، شكرا كثير. طيب خلونا نبدأ بصنع البطاطس العملاق. اهلا بكم في مطبخ آيتي. اليوم حنتعلم مع بعض كيف نصنع اكبر بطاطس، لانه بكل صراحة انا ما عندي اي فكرة ايش اسوي، لكن حنتعلم مع بعض. اشتريت اليوم 35 كيلو من البطاطا، واول حاجة لازم نسويها هو انه نقشر البطاطا. كم مرة قلت بطاطا؟ مش عارف. اوكي كذا خلصت من تقشير البطاطا، الان حنحطه بالمي المغلي عشان يستوي. اوكي على ما اظن البطاطا استوت. اللي المفروض نسوي الان هو انه نبدا ونطحن البطاطا عشان بعدين نقدر نشكل البطاطا على شكل بطاطس عملاق. حضيف حاجه اسمها كورن ستارتش، بكل صراحه مش عارفه ايش اسمه بالعربي، بس اللي المفروض يسويه هو انه يخلي البطاطا تمسك مع بعض عشان اقدر اشكله على شكل بطاطا عملاقه. انت بتتكلم جد؟ واكيد حنحط شويه ملح عشان الطعم. طيب كذا خلصنا من الطحن. اللي ححاول اسويه الان هو انه ابدا واشكل اول بطاطس عملاق. اللي حسوي الان هو انه ححط البطاطا على. انا عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان افهمها. يعني اللي بحاول اسويه هو انه احط البطاطا بالطول وبعدين حبدا اشكل البطاطا. اوكي يس نو واو برافو. اللي بعده. بدأت بتشكيل البطاطس العملاق. كل شيء كان ماشي كويس لين قررت انه ابدا واطبخ البطاطس العملاق. حصل كارثه. ورا كارثه. حاولت اعمل كل شيء من جديد، بس كل مره احاول اعمل البطاطس بالحجم العملاق كان بيكتسر عليا. يعني كل ما ابنيه ينكسر، ابنيه ينكسر، ابنيه ينكسر. ماذا نحن هنا؟ محاولات عديدة قررت انه اصغر حجم الشيبس شوية. طيب الان هعيده من جديد لكن بحجم اصغر شوية عشان يقدر يدخل الثلاجة.
بعد تفكير عميق وبحث على الانترنت استوعبت انه كان لازم احطه داخل الثلاجة قبل ما احطه على الزيت عشان ما ينكسر بسهولة. طبعا الثلاجة اللي عندي بالبيت مش كبيرة قوي، لكن حاولت انه اعمل اكبر حجم ممكن. بعدين حطيته بالفرن لمدة 10 دقائق قبل ما اغليه بالزيت. اوكي بفيديو اليوم انا عاملة giveaway بمناسبة المليون على الانستغرام. وصلنا اخيرا 1,000,000 مشترك على الانستغرام. حبيت اعلن عن giveaway هنا لانه اغلبية متابعيني من اليوتيوب. الجوائز هي اولا لابتوب، ثانيا تابلت، وثالثا gift card قيمة $100 من امازون. شروط المسابقة هو انه اولا تكونوا طبعا مشتركين بالقناة، وحطوا لايك بالفيديو لو عجبكم الفيديو، وبعد كذا روحوا على انستغرامي الاسم هو IAMIAT واكتبوا تحت اخر صورة هاشتاج IAT1M، وبكذا دخلتوا السحب. وما تنسوا انه السحب حيكون من التعليقات على الانستغرام. هعمل السحب يوم 10 فبراير عشان اعطي فرصة لكل الناس انهم يشتركوا. شكرا لدعمكم كثير، من جد احبكم، وباي. هنا عندنا بطاطس من ماكدونالدز بالحجم الطبيعي، وهنا عندنا اكبر بطاطس ماكدونالدز في العالم صنعها في المنزل. عشان اعمل الفرنش فرايز هذا، مش عشان هو صعب، لا صراحة كان صعب، بس لانه كنت حابة انه اعمل حجم عملاق كبير جدا جدا جدا، لكن مع الوقت اكتشفت انه كان الحجم اللي انا كنت عايزة اعمله صعب اني اعمله ومستحيل اني اقدر اعمله في البيت، فاضطريت انه اصغر الحجم شوية. لكن انا بصراحة مبسوطة جدا بالحجم اللي صنعناه، برأيي لسه الحجم هذا كبير مقارنة بالحجم الطبيعي، وكمان برأيي انا انه هذا هو اكبر ماكدونالد فرنش فرايز صنع في المنزل. اكتبوا لي تحت في الكومنتس لو هذه هي اكبر فرنش فرايز من ماكدونالدز انتوا شفتوه ولا لا، لانه حابه اعرف. مش هكذب عليكم، البطاطس شكلهم غريب شويه، بس هذا لانه حطيتهم بالفرن قبل ما غليتهم بالزيت. طبعا زي ما انتوا عارفين ما ينفعش اعمل فيديو فيه اكل ما جربوش. مش عارفه ليش بس متوتره شويه، لانه حاسه انه انا كنت مهتمه بالحجم اكثر من الطعم، ف يعني متاكده انه حيكون طعمه مش حلو، بس خلونا نجرب. بحس انه مقرمش زيادة عن اللزوم وناقص ملح، بس غير كذا لا بأس. اعطيه 5/10. اوكي جايز، اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايش رايكم بالحجم، هل هذا اكبر حجم انتم شفتوه ولا لا، وكمان اكتبوا لي ايش حابين اكبر بالفيديو الجاي. اوكي جايز، كده وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو بليز لا تنسوا الاشتراك بالقناة. شكرا كثير على المتابعة، وفي سلام.